أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من كان عنده مال ربوي وأراد التخلص منه فكيف يصنع؟ من كان إيش؟ من كان عنده مال ربوي وأراد التخلص منه فماذا يصنع؟ إذا تاب إلى الله عز وجل وعنده أموال جمعها من الربا أو من غيره من وجوه الحرام فإنه يتخلص منها بوضعها بمشاريع تنفع الناس تنفع المسلمين، مثل الأموال الضائعة توضع في المصالح أو يوزعها على فقراء، مثل الأموال الضائعة ينتفعون بها. نعم، ولا يكون في ذلك أجر، وإنما هو تخلص فقط. نعم.